مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال يوم الغد بحول الله، تيارات جنوبية غربية ستخص كافة المناطق الشمالية، ستعمل على تصاعد هواء حار نسبيا وكذلك الأتربة إلى غاية المناطق الشمالية. إذن أجواء مغشاة على المناطق الغربية والوسطى، مغشاة جزئيا مع بعض الضباب نحو المناطق الداخلية الشرقية، أجواء مغشاة أيضا من الجنوب الغربي إلى غاية شمال الصحراء مع انتشار الكثير من الزوابع الرملية. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تتراوح ما بين 6 إلى 9 درجات بالمناطق الداخلية وما بين 8 درجات بعنابة إلى غاية 12 بوهران، في حدود 11 درجة بغردايا، 17 ببشار، 13 بثمن راس، وما بين 16 إلى 17 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع محسوس يوم الغد، تصل إلى 31 درجة بوهران وتلمسان، 26 درجة بالعاصمة بتيزي وزو وعنبة، ما بين 19 إلى 22 درجة من البيض نحو باتنا، في حدود 27 درجة بشمال الصحراء، وترتفع إلى غاية 34 درجة بالصحراء الوسطى وتقارب 36 درجة بأقصى الجنوب. البحر سيكون مضطرب على كافة السواحل، رياح معتدلة أحيانا قوية بسواحل الوسطى والغربية، تأتينا ضمن تيارات جنوبية شرقية أحيانا شرقية تماما بسواحل الشرقية. يوم الثلاثاء بحول الله، أجواء مغشاة على كل المناطق الشمالية، احتمال لبعض الأمطار المحلية بالمناطق الوسطى والشرقية، ستلتحق أيضا أمطار نحو المناطق الغربية خلال أواخر النهار، كذلك بعض الأمطار نحو كافة مناطق الجنوب الغربي. الحرارة تبقى مرتفعة. يوم الأربعاء بإذن الله تراجع لدرجات الحرارة ولو طفيف نحو المناطق الشمالية مع أجواء ملبدات، تقريبا أمطار رعدية ستخص كافة المناطق الغربية والوسطى، للإشارة رياح قوية نسبيا على المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية، وبعض الأمطار التي ستخص منطقة الصورة إلى غاية منطقة الواحات. يوم الخميس بحول الله تراجع لدرجات الحرارة مع أجواء غائمة على المناطق الوسطى والشرقية، تكون مرفوقة بأمطار أحيانا رعدية، بعض الأمطار أيضا التي تبقى تخص المناطق الغربية وأجواء مغشاة بشمال الصحراء. درجة الحرارة لن تتعدى 20 درجة بالمناطق الساحلية وترتفع لغاية 36 درجة كعلى مقياس دائما بأقصى الجنوب. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.